أنا ماجد عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية، جاي من مدينة الرياض نساند منتخب العرب، منتخب المغرب، شرفنا ورفع الرأس يمثل العرب. فألف مبروك للأمة المغربية والأمة العربية والإسلامية. نتائج مبهرة، نتائج ممتازة، بدون أهداف في مرمى في الشباك المغربية، أداء رجولي قتالي، أسود أطلس. مبروكين وإن شاء الله للنهائي بإذن الله. أعطيك السلسلة اللي مر فيها المغرب ولا مر فيها منتخب عربي أو عالمي. بدأ بكرواتيا وهزم بلجيكا وفاز على كندا بدون هزيمة، وفاز على إسبانيا والبرتغال، يعني منتخبات عالمية توب 10 عالمية فاز عليهم المغرب. ما هي محض الصدفة، صدفة بتكون مرة أو مرتين، لكن هذول أسود الأطلس قدها. من السعودية بارك للمغرب، ألف ألف مبروك للعرب الجميع، وما قصروا الأولاد، ما قصروا، مبروكين إن شاء الله. تأهل رهيب ما شاء الله، تبارك الله، الله يوفقهم إن شاء الله، ونتمنى أنهم يطلعوا للنهائي إن شاء الله. مبروكين. مبروك علينا هذه البداية. من الأردن نبارك للأشقاء المغاربة اللي رفعوا رؤوس العرب عاليا شامخا. احنا العرب، احنا التاريخ، احنا المجد، احنا الرئاسة. ان شاء الله بنفوز بالكاس ان شاء الله. الملعب لنا والكاس لنا بعون الله ان شاء الله. ما شاء الله عليهم منتخب المغربي، والله انه برفع الراس وبطمن القلب، لانه ما شاء الله لعب عربي، هذا العرب من ايام من زمان، لانه الاتحاد العربي هو القوه. الله اكبر، فليحيى العرب. الله اكبر. 1 2 3 كنا عربي، 1 2 3 كنا عربي، 1 2 3 كنا عربي. تحيا العرب. 1 2 3 كنا عربي، 1 2 3 كنا عربي، 1 2 3 كنا عربي. انا من القاهره، من محافظه اسوان. اجدع ناس. لا ايه، لا اقبل اسرائيل. من اليمن. الف الف مبروك، اقول الف الف مبروك للمنتخب المغربي، فخر كل العرب، وان شاء الله قلوبنا ودعواتنا مع المغربيين باذن الله، والكاس مغربي باذن الله، والتوفيق ان شاء الله. هو احنا بنهني الشعب القطري الشقيق والشعب المغربي، وشرف الامه العربيه. انا بقولها من قلبي وربنا اللي يعلم، شرف الامه العربيه وشرف الكوره العالميه، شرف الكوره العالميه، وجمع الشعوب وجمع القلوب بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا يجمعنا كده كلنا على خير، ويبعد عننا الثقافات اللي جاينا من الخارج. احمد شكر الله من البحرين. اولا اهني الشعب البحريني، وأهني الشعب المغربي، وأهني شعب الخليج والشعب العربي، لأن هذا الفوز فوز عربي وفوز أفريقي، والكاس بإذن الله مغربي. أولا أنا جيت من البحرين عشان المغرب اليوم، وأداء المنتخب شيء فظيع. لا الفيزا خلصت خلاص. أيوة يعني لا، يعني لا يوصف كيف لعبوا اليوم المغرب، وما شاء الله عليهم. وين كريستيانو رونالدو اليوم؟ وين كريستيانو رونالدو؟ المنتخب المغربي منتخب عالمي، خلاص منتخب عالمي. اليمن، مقيم في قطر. اليوم سعادتنا لا توصف، وبهجتنا بشكل كبير جدا. اليوم احنا في غاية الفرح والسرور. اليوم اخذنا الكأس، واليوم هي بداية لاستلام الكأس، ليكون الكأس عربي ان شاء الله، كما هو المونديال عربي. اسود الاطلس ادوا اداء رائع، كانوا فريق متميز، كانوا عند مستوى المسؤولية، فعلا أثبتوا أنهم أسود، واستطاعوا أن ينتزعوا الفوز من البرتغال، وأن يضيفوا إلى البرتغال حفنة سكر، وعصروهم في الميدان وجابوا الفوز. سلام لقطر، وسلام لأسود الأطلس، وسلام لكل الأمة العربية. والله المغرب قدموا صلاح مباراة بصراحة، رجال كلهم في الملعب، 11 لاعب كلهم رجال، يستاهل المغرب، يستاهل.
وابطال ان شاء الله، وان شاء الله يلعبوا على النهائي وياخذوا الكاس باذن الله.